هيك هنجرب القساوة لعل وعسى تطلع بتنفع. عارفين طبعا الفيديوهات كلها بتطلع تقول love yourself, you have to learn how to love yourself, ازاي تحب نفسك وليه المفروض تحب نفسك والكلام ده اللي انا بعتبره كليشي ومبتذل وما بيجيبش اي نتيجة خالص. موضوع self love ده طلع trend بقاله قد ايه؟ almost a year, بقاله حوالي سنة او اكتر, صح؟ حلو قوي. انت لسه ما بتحبش نفسك ليه بقى؟ يعني تكون قلت الترندز, بقت obsessed with ice coffee. يا ربي على الكرنج. outfits لازم تبقى خطيرة ونتصور في مكان حلو, يلا صورني عشان انستجرام. دي الحاجات اللي احنا لقطناها, لكن هل لقطنا اي حاجة تانية؟ لقطنا ازاي نبقى سطحيين ونهتم لآراء الناس اكتر من اي حاجة تانية. بس كده, بالدليل ان احنا لما بناخد compliments او كومبليمون او كلام حلو من الناس برا احنا بنبقى مبسوطين, لكن اصلا بينا وبين نفسنا مش حاسين قوي. او لو حد جه ضايقنا او حصل حاجه في اليوم تدربك, خلاص كل ده راح. احنا نخش في الموضوع ونطلع بره الصندوق. بدل الناس اللي بتقولك ازاي تتحب نفسك, انا هعرفك انت ليه المفروض تكره نفسك. يعني اتوقع ان احنا زهقنا بشكل غير مباشر من how to love yourself, ازاي تحب نفسك. مش حاسس بنفسه ان هو زهق من نوعية الفيديوهات انها مش بتجيب نتيجة خالص. فخلينا نتكلم عن العكس, لعل وعسى يجي نتيجة او نفوق. لو تتفرج على الفيديوهات بتاعت السيلف لاف, اكيد الكلام بتسمعه بيطلع من هنا. اللي انت بتشوفه في الفيديو هو ده اللي بيخش دماغك. فالناس اللي بتحب نفسها بتشوفها بتخرج بتصرف مش عارفة ايه, فانت تحاول تخرج وتصرف وتبقى شكلك حلو من بره ومش عارفة ايه. بس لكن هل انت فهمت ليه المفروض اصلا بتعمل كده؟ هل انت بتحس ما بتعمل الحاجات الحلوة دي؟ لا. فخلينا نقلب الترابيزة او نشقلب الترابيزة. الحاجة, انت شخص روتيني جدا جدا, ولو مش روتيني مش منظم, ولو مش روتيني ما بتنجزش حاجة. عندك نفس الاصحاب بقالك كتير قوي ما بيتغيروش, تقريبا نفس الوظيفة برضو, او ممكن ما يبقاش فيه وظيفة اصلا. الوظيفة اللي انت مش حاببها, اللي هو انت بتروح علشان تاخد المرتب بس, لكن مش وظيفة انت بتحبها. الاصدقاء اللي انت عشان هم دول اللي مفيش غيرهم, مش عشان هم دول فعلا اللي انت بتحبهم او هم دول اللي فارقين معاك. او مفيش وظيفة اصلا لان انت ما عندكش مهارة تشتغل بيها تاخد منها فلوس, او مكسل تدور. الاثنين اوحش من بعض. اخر انجاز عملته انك اتخرجت من ثالثة ثانوي, تهتم بالاراء الناس بشكل مبالغ فيه. بس كفاية لحد هنا. ممكن اخر حاجة, لو انت قابلت حد زيك بالظبط في كل حاجة, هتبقى مهتم انك تتعرف عليه, هتبقى مهتم انك حياتك تبقى زيه, هتبقى مهتم ان انتوا تبقوا صحاب علشان هيضيف لك. في حاجة مفروض تاخدوا بالكم منها او ما تاخدوش بالكم منها, لما قلت انا هدخل في الموضوع هنخرج بره الصندوق. بدل معلمك ازاي تحب نفسك, ليه تكره نفسك, مش ازاي تكره نفسك. يعني ما قلتش ازاي تحب نفسك وازاي تكره, ازاي تحب نفسك, لا مش هفتح الموضوع ده. ليه تكره نفسك, ايه الفرق ما بين ليه وازاي اللي انا قلتها. ازاي انا هديك خطوات تتبعها علشان تبقى كده, ازاي تحب نفسك, هديك الخطوات بتاعتها. ليه تكره نفسك, يعني اوريدي الاسباب عندك. فانت لو الحاجات اللي انا قلتها دي ما تنطبقش عليك, فخلاص انت خلاص المفروض ما تكرهش نفسك, لان انا قلت سلبيات ما قلتش ايجابيات. فلو انا قلت حاجه هي موجوده عندك, فالعيب من عندك, العيب مش من عندي خالص. دي من الحاجات اللي هو بيقول لك الحقيقه مره. فانت من النوع اللي تحب مثلا تبقى غارق في كذبه وتكون مبسوط, ولا عارف الحقيقه وتكون متضايق؟ ساعتها لو انت عارف الحقيقه ممكن تغيرها. يعني فانك بتصحى من النوم واللي هو انا مش عارف انا هصحى من النوم اعمل ايه, او متبقاش مبسوط ومتحمس تصحى من النوم علشان تشوف انت يومك النهارده هتمشي ازاي, يوم من حياتك عايز تفكر ازاي, عايز تعمل ايه, عايز تجرب ايه, عايز تجرب احساس جديد من السعادة, عايز تجرب مكان جديد, عايز تعمل حاجة ما كنتش تتوقع انك ممكن تعملها في يوم من الايام. ما هو الانسان اللي بيحركه بيخليه يحس عامة ويتفاعل افعال, يعني يعملها حاجة بتخليه يحس بحاجة, حاجة بتخليه يتفاعل معاها سواء بعقله او بقلبه, فبتديله كده احساس مختلف ان هو يشوف الدنيا ويشوف اللي حواليه ويشوف نفسه. فانت لو في وضع روتيني ما بتدخلش حاجة جديدة في حياتك, انت دماغك مش شغالة, مش هتشتغل صح. مع الوقت بجد زي كده الترس عايز زيت, مش عارف ترياكت صح, مش عارف
هترياكت بطريقه مبالغ فيها، كانك اول مره تنبسط، او هترياكت بطريقه ميته خالص، انك مش مستوعب اللي بيحصل، مش هتفكر صح في المواقف اللي محتاجه سرعه بديهه، لان انت حياتك كده. تصحى من النوم، تاكل، تمسك الموبايل، تتفرج على انجازات الاخرين وبتساعدهم ان هم يميك مور ماني، عشان انت من الاكتريه، والاكتريه او الاكثريه من الناس ناس عاديه. على طول هتلاقي اللي مش اي حد ده، ما هو مش هيبقى اي حد، فبالتالي هيبقى قليل. زي كده الالماس من الاحجار النادره، فطبيعي. لكن الطوب والزلط ده كتير، ده ابسط مثال. دايما وطبيعي تلاقي الحاجات المميزه قليله، الحاجات الكويسه ما بتكملش. انت ازاي في حاله من التراجع كده ومش عايز تفوق، او مش عايز تاخد خطوه تانية؟ مش بيضايقك اللي حواليك ناجحين وانت قاعد محلك سر خالص؟ يعني حتى تخيل ان كل واحد عنده 24 قيراط، ودي حياته ودي حياتك، مش متضايق ان هو بيعرف يفكر مثلا صح وانت لا؟ بالنسبة لك عادي انك تصحى من النوم، تاكل، تصحى، تشرب، تنام، تقعد على الانترنت؟ ممكن يكون فعلا الحل ان انت تكره نفسك بروتينك بحياتك، اللي هو لا انا مش عايز كده، ده انا يا اتغير يا مصحاش من النوم. ليه ما تكرهش الحياة دي؟ ليه ما تكرهش ان انت بتفكر بالطريقة دي؟ انت بكمل بالطريقة دي عشان انت مرتاح اكتر من هي عجباك. يمكن انت مرتاح لكن انت متفكرش هي مش عجبك فعلا، بس انت مرتاح. هي جاية منها المقولة بتاعت طالما انت في الكمفورت زون او في منطقة الراحة عمرك ما هتتقدم. انت من كتر ما بتأجل انك عايز تعمل 1 2 3، انت خلاص بالنسبة لك التأجيل بقى متعة وروتين. انا هقعد احوش، انا عايز اعمل حاجات عاملة ازاي واقعد اجلها، وهو ده النظام، خلاص انا هفضل كده. يعني الحاجات دي عمرك ما هتعملها، لان انت حاطط على رأس القاعدة دي المماطلة او التأجيل، فخلاص هي انت مش هتستلذ الا لما تأجل. طول ما انت عمال تحوش حاجات كده المفروض تعملها، انت مبسوط ان انت وراك حاجات كتير بقى يعني، بس في الاخر انت ما بتعملش حاجه. وهيجي ممكن مواقف كتير انك تقول يا ريتني كنت بدات، او تشوف حد حواليك عمل حاجه كسبته مليون جنيه، او حطيته في بوزيشن دلوقتي كبير قوي في حياته او في شغله، تقول يا ريتني كنت بدات. ساعتها انت هتفوق، وساعتها مش هتنبسط، انت هتعيط. انت دلوقتي هتكون كرهت نفسك، او كره الحياة اللي انت عايشتها لنفسك، وطريقة التفكير اللي انت خليت نفسك تفكر بيها. فانا بفكرك من دلوقتي، حاول تكره نفسك من دلوقتي. مش نفسك في كدبة ان حب الذات ده حاجة سهلة، لا مش حاجة سهلة خالص. اصل انت هتحب نفسك على ايه؟ عملت ايه عشان تحب نفسك؟ فين لما مثلا بنحب حد تاني بنشوف فيه مميزات؟ انت شايف نفسك مميزات ايه؟ بنشوف فيه ستايل معين، طاقة حلوة، انت ستايلك المعين حبه، طريقة حياتك، كلامك مع الناس اللي تعرفها، طاقتك حلوة، بتفكر ازاي تجاه نفسك؟ اكيد بطريقة اقل ما بتفكر فيها بالشخص اللي قدامك، اكيد بتفكر في الشخص اللي قدامك بطريقة احسن ما بتفكر في نفسك، فطبيعي. وخلي بالك الطاقة دي متبادلة، يعني طالما انت شايف نفسك قليل اللي قدامك مش هيشوفك حاجة كبيرة. مش بقولك اعمل مركبات فضائية ولا اكتشف فيه مخلوقات فضائية في البشر ولا في العالم ولا لأ، ولا في حريات بحر بجد ولا لأ، ولا اعرف الاهرامات اتبنت ازاي، وكانيه ويست دلوقتي اللي موجود ده مستنسخ ولا حقيقي؟ لأ خالص. هتصحى من النوم علشان انت هتفرح نفسك النهاردة ازاي، هتحاول تشوف نفسك بطريقة تانية ازاي، تشوف نفسك بطريقة غير اللي انت شايف بيه نفسك بيها دلوقتي. انت حياتك مش هتبقى زي دلوقتي ازاي؟ يعني انت مثلا دلوقتي وقت فراغك انت بتعمله ازاي؟ يا بتقعد على القهوه، ولو انت بنت قاعده مثلا على الموبايل قاعده تتفرج على مسلسلات تركي، ده هينفعك في ايه؟ بالعكس، ده في ده انا لما اتفرجت على كم مسلسل تركي في حياتي، هما توتال 4، اتعلمت حاجات كتيره في التركي. دلوقتي لما بهزر مع صحابي لما هما بيتفرجوا على مسلسلات تركي كتيره قوي، مش عارفين ابسط جمله. هو الناس حتى بتتفرج ببلاها، يعني هما مش حاطين في دماغهم ان هما عايزين ممكن حاجة يستقبلوها عشان يتعلموا، لا هما قافلين دماغهم خالص خالص، حتى العقل نفسه خلوه ما يعرفش يشتغل، ما يعملش الوظيفة بتاعته طبيعية من كتر ما هو معمول له شات داون، وخلاص انا هفكر، او انا كبني ادم هشتغل باقل وظائف. هتعيش نفسك بطريقة تانية، انت هتغير صحابك، والطريقة اللي هتتعرف بيها على صحابك التانيين هتبقى طريقة لذيذة، طريقة مش متخيلك بالطريقة دي كان ممكن تعرف حد تاني. فراغ مش هتقضيه على الموبايل، ولا هتقضيه على القهوة،
والقهوة دي مش هي اللي هتعرفك على الناس الواو. طبعا الجيم مثلا، الجيم ده برضو مش اي حد بيروحه. الناس اللي دماغها شغالة، اللي هي فعلا فعلا عايزة تحافظ على صحتها وعايزة تقوي قلبها وعايزة جسمها يبقى مشدود، واللي هي مش هي بتروح تتفشخر عشان تنزل ستوري على انستجرام، صح؟ يعني انت متخيل الشخص اللي هتتعرف عليه في الجيم هو اللي هتتعرف عليه في القهوة؟ ليه مثلا ما اشتريش كاميرا؟ الكاميرا غالية، ليه ما اصورش بتليفوني؟ مثلا اجرب اروح اصور وانزل كام فيديوز كده، حاجات بسيطة، وانزلها على انستجرام، ساعتها تجيب فيوز. هتبقى حاجة حلوة ان انا بنمي موهبة، بجانب ان انا بروح الجيم، بجانب ان انا بقى عندي صحاب جداد، بجانب ان انا بقيت بصحى بدري ومبسوط ان انا اصحى اكمل اليوم او ابدأ يوم النهاردة اشوف هعيش نفسي ازاي، بدل ما كنت بخرج خروجات معينة، اروح زايد ولا اروح مش عارفة اركان، ولا اروح الاماكن اللي هي بتبقى غالية قوي على الفاضي وانا بالنسبة لي ما فيهاش اي نوع من انواع الانبساط. اروح مكان جديد، اروح مثلا الاهرامات. الاهرامات اي نعم صحرا، بس انا مش عارفه انا ليه بجد بحب اروح المكان ده قوي. ازاي اعمل، ازاي اشتغل بالفخار، دي للبنات اعتقد اكتر من الاولاد تقريبا. نروح الجنينه، نروح نفطر سوا، نهزر ونلعب سوا، نروح نتصور، نروح نصور، نروح نتعرف على ناس، نجرب نعمل تجارب كتيرة في حياتنا. بجد احنا كبني ادمين احنا محصورين ان احنا نبقى بلا قيمة تماما، نبقى مشدودين مع ترندات التيك توك. بجد انتوا متخيلين التفاهة؟ عفوا في اللفظ، بس انتوا متخيلين التفاهة؟ مش التيك توكس بس، تيك توك بس، اي حاجة الاجانب بيعملوها. اشمعنى الاجانب يا منى؟ علشان السوشيال ميديا هي دي اللي احنا بنفتحها. ومين اللي عاملها؟ هما. ومين اللي بيعمل ترندز؟ هما. فاحنا بنتعلم من مين؟ منهم. دول مين اللي هم ما عندهمش ثقافة؟ حد يقول لي كده التاريخ العظيم بتاع امريكا ايه؟ مكتشفة اصلا، البلد مكتشفة قريب وهي ملهاش تاريخ، واصلا اللي ليهم تاريخ اتقتلوا اتنسفوا. بريطانيا كانت بتحتل الدول الاخرى، فانت بقيت فارغ من جوه. المفروض اللي عندك ثقافة عريقة قديمة مخضرمة، وعندك اللي هي بتأثر على شخصيتك، وعندك دينك اللي هو المفروض بيدي للبني آدم أكتر شخصية بزيادة. يعني الإنسان بلا دين فعلا ميبقاش عنده شخصية. يعني واحد مثلا بيقلد حاطط تاتوز وحاطط حلق ولابس ستايل ستريت فاشن قوي في نفسه وكلامه بإنجليزي، ده الدين عامل إيه في شخصيته؟ 0%. بجد انتوا لازم تبقوا واخدين بالكم من الموضوع ده، إن الدين بيعمل شخصية للبني آدم. لما انا مثلا ابقى راجل واللي هو متفتح خالص، ان انا بروح اماكن بيقدموا فيها خمور وببقى عادي، ان مش عايزه احجب بنتي، انا متفتح خالص مع الناس التانية، مع ان الناس التانية دي، مع ان في ناس تانية لا هم عرب ولا هم مسلمين بيبقوا معتزين جدا ان الخمور عندهم ممنوع. في يهودا كده على فكرة، انه لا لازم بنتي او النساء بتوع العيلة بتوعي يكونوا على قدر من الحشمة. هو كراجل عارف الرجالة التانية بتفكر ازاي، فهو بيحافظ عليهم، وده ما بسموش بالنسبة لي متشدد. ده كده الدين واخد جزء من شخصيته، دي الحاجة الصح. وفعلا هيبقى باين انه واحد عنده مبادئ وشخصية، ودي بتضيف لي من وجهة نظري جاذبية. لكن لما يبقى حد يبقى كده يلا ماشي، ايه يعني؟ لا انت بتفكري كده ليه؟ ده كده ما عندوش شخصية، مش اللي هو بيحاول يثبت ان هو متفتح او ان هو مش فارق معاه وان الدنيا لذيذة فانا كده لذيذ. لا انت كده مش لذيذ. فالدين والثقافة والوطن بيعملوا الشخصية للبني ادم شخصية، ده غير ان انت بقى بالاستثناءات الاخرى انت بتعمل نفسك شخصية عن البني ادمين التانيين. لما اقولك حاول تكره نفسك، مش قصدي ضايقك، بس بحاول افوقك. يمكن انت فعلا لما تكره نفسك وتتضايق، يعني انت عارف الناس لما بتوصل لمرحلة كبيرة من السمنة او بتتخن بتبقى كره نفسها وبتعيط، حد ما بتوصل اللي هي عايزاه، وما بتوصل اللي هي عايزاه انت متخيل بتبقى حابة نفسها بشكل عادي خالص؟ بتبقى حابة نفسها على قدر كبير جدا، واثقة من نفسها جدا، لانها احترمت حاجة هي كانت عايزاها وعملتها. انت لما المدرس يقولك حل الواجب من صفحة كذا لكذا انت هتحله،
لكن لما تقولي لنفسك انا هشتغل النهارده او انمي موهبه عندي واروح الجيم النهارده او اروح التمرين ومش عارفه ايه، مش هتحب تعمل. هتلاقي بابا وماما بيغصبوك عشان تروح. ليه؟ لان انت ما بتحترمش انت حابب او عايز تعمل ايه. هتعمل اللي هو طالبه منك المدير في الشغل، لكن مش هتعمل اللي انت عايز تعمله. ليه؟ لان انت ما بتحترمش نفسك. بس كده تكون عرفت تكره او تفوق نفسك. فكرة بس انه ياريت تحاول بأسرع وقت، لان زي ما انت شايف السنين بتعدي بسرعة قوي والوقت بيعدي بسرعة قوي وانت منساق ومش حاسس بنفسك ولا حاسس بالدنيا خالص. فشيل هم اليوم اللي انت ممكن تندم عليه. شوف قد ايه مش يوم ولا يومين ولا كام ساعة عدوا عليك. زي كده ما بنقول ساعات ياه انا ضيعت ساعة من عمري بعيط عليه او عليها، فبالك انا بقولك سنين ومحدش ليه دعوة. دي نفسك انت اللي كنت سايب نفسك كده. انت ممكن تكره نفسك. شيل هم ان هيبقى عندك 60 سنة او في اواخر الـ50 وتلاقي في حاجة عندك مش مظبوطة، تروح للدكتور يقولك اه ما ده بسبب السن، فانت تقول ياه كبرت الوقت عدى، ده عادي كده خلاص الامراض والضعف والعجز بقى بيجيلي بسهولة. لان ده منطقي خلاص، انا اروح عند الدكتور ازاي احاول اتعايش معاه مش اشيله، لان ده كده كده بيجي مع العجز، كده كده بيجي مع السن، كده كده بيجي مع التقدم في العمر.